أسسنا آي بارك كحاضنة أعمال لدعم الشباب في البلد، نساعدهم يأسس الشركات. الشباب في كل العالم في بيواجهوا تحديات لما بدهم يأسسوا الشركة، إما كانت عقبات أو صعوبات مادية أو قناعة الأهل والأقرباء والمجتمع أو المساعدة بتوفير الشبكات اللازمة والاتصال اللازم لتنمية الشركات. فحاضنات الأعمال معنية بتوفير خلينا نقول الخبرة والخدمات والبنية التحتية اللي تلزم بكل المنطقة. طبعا دعم الريادة موضوع هام جدا، يعني واضح انه بكل الشرق الاوسط احنا عندنا مشكلة تزايد عدد السكان، وبالتالي حاجة ماسة لإيجاد فرص عمل. قناعتي بانه الوضع كما هو جيد، يعني في عندنا عدد لا بأس به من الاشخاص اللي عندهم افكار ممكن تحويلها لمشاريع ناجحة. التشريعات عم تتغير، الموارد موجودة، المشاريع كلها موجودة وعم تتحسن بشكل كبير. فاللي ما كان موجود قبل 5 سنين موجود هلا أو راح يزيد. فعندي تفاؤل، عندي تفاؤل كبير اليوم، بس تفاؤلي أكبر باللي عم بيجي واللي عم نشوفه كمشاريع عم ببلشوا بإنشائها.